تعرفون يعني شنو طفلة فجأة الناس تسحب نفسهم من عندها وتقوم أطراف الأصابع تشار إلها؟ هي هاي اللي بتعرف تحكي. تعرفون يعني شنو طفلة تعيش طفولة مهمشة؟ تفضل أن تسكت بدل ما يستهزئون بيها. تفضل أنه اللي وياها يجاوب مكانها. أسألكم سؤال، تخيلوا أنتوا أطفال وتتعرضون للتنمر، تخيلوا لما أحد يسألكم ما تقدرون تجاوبونه، مو لأنه أنتوا ما تعرفون الجواب، لا، بس لأنه أنت ما تقدر تنطق الحرف، ما تقدر ترد. تخيل يتنمرون عليك وأنت ما تقدر ترده. عش الطفولة عادية كأي طفل طبيعي بالمدرسة، أشارك منشاطات الصفية، بنية اجتماعية ومرحة، لحد ما بالصف الثالث ابتدائي تعرضت لموقف محرج، بس بذاك الوقت ما كنت أعرف إنه هذا الموقف هو نفسه التنمر. بحيث كانوا الطلاب كلهم يضحكون علي ويستهزئون. رجعت للبيت وأني ساكتة ما أقدر أحكي. والدتي تسألني أني بس أبكي مقهورة. دخلت بصدمة. هاي الصدمة خلتني أفقد النطق 3 أيام. شنو اللي صار وياي؟ صرت خرسة؟ لو شنو اللي صار وياي؟ بعدها كان لازم أرجع وأداوم طبيعي. كان لازم أرجع لحياتي الطبيعية. فجأة قمت أحس أكو ثقل بالكلام. لما أحد يسألني سؤال ما أقدر أرده أو ألقى صعوبة برده. لما أقوم أشرح بالدرس ما أقدر أشرح طبيعي مثل ما كنت أشرح. هنا كانت صدمة ثانية. لما أني حطيت بهذا الموقف بدت معاناتي ويا بعض المعلمات بالمدرسة. كنت من أريد أشرح كلش طبيعي، واحدة من المعلمة يعني واحدة من المعلمات تقول لي أهو يلا قعدي. هاي شنو إحنا راح نضل الدرس كله نفوته على مودج لو أنت قاعد تتحججين لأن أنت ما قارية. تخيل إنه أنا وصلت مرحلة أفضل إنه صديقاتي يجاوبون عني لما أنسأل عن اسمي. المواقف اللي تعرضت لها بالمدرسة كانت كلش هواية. لحد ما مرت السنوات وصار عمري 21 سنة قررت بوقتها بعد ما تعرضت الموقف بوحدة من محاضراتي بالمعهد. هذا الموقف خلاني أرد على شخص تنمر علي واستهزأ. وهنا كانت بالضبط مثل الصفعة. هاي الصفعة اللي خلتني أصحى، اللي خلت كل شيء يتغير عندي، اللي خلتني أوقف قبال المراية بالساعات وأحكي ويا نفسي. وإذا ما حد ساعدك حتفنين عمرك بإيدك؟ ليش وقت حتظلين ساكتة؟ ليش وقت راح تظلين منعزلة؟ ليش وقت راح تبدين؟ وشنو راح تكون البداية؟ قررت أبحث عن الموضوع اللي هو التأتأة. هل أكو أشخاص مثلي؟ لو أني لوحدي وحالة نادرة
رغم انه اني مقابله هواي اشخاص بحياتي متأتئين، بس لانه اني كنت رافضه احكي عن التأتأة بحياتي، رافضه اسمع عنها شيء او رافضه اناقشها اصلا او ابحث عنها، حتى ما كنت اعرف انه اكو ورش او معاهد حتى نتحكم بالتأتأة. استخدمت الانترنت، بحثت عن التأتأة. أكو تكنيكات خاصة يستخدمها كل شخص متأتئ. هنا أنا وقفت لما عرفت أنه أكو 70 مليون شخص متأتئ بالعالم، حسيت أنه أنا مو وحدي. بلشت أتدرب وأتدرب أكثر، بلشت أشوف أنه أكو هواي أشخاص وقفوا على منصات، وقفوا على استيجات، كانوا ينطون ورش تخص التحكم بالتأتأة. زين، السؤال هنا أنا شلون كنت أتدرب؟ وشلون ممكن أي شخص يتدرب؟ أي شخص متأتأ يتدرب؟ أكو تكنيكات خاصة تخلي الشخص المتأتئ يتحكم بالتأتأة. هاي التكنيكات لازم قبلها أني أتصالح ويا التأتأة، يعني أتصالح بالتأتأة ويا نفسي، لازم أتقبلها من داخلي، لأنه لأن طول فترة اللي أني ما كنت أعرف عن التأتأة أو العفو عن التكنيكات، ما كنت أخطو أي خطوة لأنه ما كنت متصالحة ويا التأتأة، وما كنت أقدر ألقى نتيجة بالتدريبات. التدريبات هي التنفس الضلعي، التدريب الأساسي للمتأتئين. التنفس الضلعي هو التنفس اللي يكون أسفل الصدر، يعني يكون التنفس من البطن. هسا راح أسوي لكم أنا في الطريقة، هي سهلة للأشخاص المتأتئين حتى أنه يتعلمون عليها بسهولة. إحنا نسميها مثل الشهجة، يعني شلون أنا لما أعيد أشهجة بالضبط. هسا أنتوا لما تقدرون تسووها راح تواجهون صعوبة، بس التكرار هو أساس التمارين. ممكن تشوفون التمارين اللي راح أسويها هسا، ممكن أكو أشخاص منكم يشوفوها سهلة وممكن أشخاص لا يشوفوها صعبة، بس أنا إذا ما أكررها يوميا وأظل مستمر عليها ما راح تكون فعالة. اللي يحب يسوي وياي التمرين أنا كلش راح أكون متقبل الوضع. التمرين راح يكون من أسفل البطن، بمعنى أنه أني ويا ما أنطق الحرف، لأن إحنا كل شخص متأتئ مثلاً أني أعرف هذا الحرف عندي بيه مشكلة أو راح أتأتئ بيه، بس أني مو أعرف دا أمثل، لا أني لأنه إحنا عندنا يعني بعقلنا نعرف أنه هذا الحرف عندنا مشكلة بيه أو راح أتأتئ بيه، فمجرد أني أحفظ التكنيك اللي هو قبل لا أطلق الحرف ويا الزفير أني أسوي هذا التمرين. جوز هسه انتوا راح تشوفونه كلش واضح، بس بعدين ويا التمرينات ويا التكرار راح يكون جزء من التنفس مالتي وطبيعي اللي دا اسوي هسه قبالكم لما انا دا احكي وياكم. التنفس الضلعي هو انطق الحرف اللي اريده. مثلا انا عندي مشكله بالتاء، عندي كلمه تنمر صعبه مثلا، انا قبل لا انطق تنمر اسوي تنمر، انا سويت تنفس ضلعي، بس ممكن لأنه أنا كنت دائماً أتدرب وأكرر أنتم ما انتبهتوا عليه. التمرين الثاني وهو للأشخاص الكلش مبتدئين بالورش بالتحكم مال تأتأة، يعني إحنا الأشخاص اللي عندهم التأتأة كلش صعبة وهم بلشوا بالجديد، ننطيهم هذا التمرين اللي هو المد بالكلام. بمعنى السلام عليكم، أني جنان عبد الكريم، هكذا راح كل شخص متأتئ يقدر يستخدم الحرف يمده في سبيل ما يوقف فيه. التمرين الثالث اللي هو حابة تشاركوني بيه اللي هو استخدام القلم اللي يكون بين الأسنان. أكيد أكو إعلاميين هنا أو معلقين صوتيين. أنا متخرجة إعلام صحافة داعي وتلفزيونية، فهذا استخدمناه واحدة من التدريبات اللي نستخدمها لما
نريد نسوي بالبروفات مال الاعلام او اي شيء. هذا هسه منو حاب يشارك وياي؟ اوكي عندك قلم؟ واللي حاب يشارك بهذا التمرين اللي عنده قلم ويطلع يجربه بس وياي يعني كلش اكون سعيده. تحيه للشاب، شكرا. مجرد اني راح اخلي القلم بين اسناني، طبعا قلم معقم والله، راح اخلي بين اسنانك وبهاي الصوره ضغط وعلى راح احكي. هو شوي راح يكون الكلام يعني ما حلو بس اوكي هو نتيجه كلش حلوه. مرحبا انا جينان. اوكي هذا شكرا، شكرا جزيلا. انت لازم تحكي لما تخلي القلم بس هاي بكيفك. شكرا. هذا التمرين هو يساعد على مرونه الفك. هنا عندنا مرونه حتى انه لان احنا عندنا شويه صعوبه يعني عندنا نحس اكو ثقل او اكو فد شلون انه مشنج الفك، فهذا التمرين كلش هوايه يساعدنا بالمرونه. هاي التدريبات سويتها تقريبا لمدة 5 سنوات ولا الآن. خلينا نشوف الفيديو. السلام عليكم، اسمي جنان عبد الكريم، متخرجة تقنيات معلومات ومكتبات وكاتبة، وحاليا طالبة إعلام بالمرحلة الرابعة، وموظفة. بكل بساطة هاي أني قبل التدريبات، وأني اليوم نتاج كل التدريبات والتكنيكات العفو اللي استخدمتها حتى أتحكم بالتأتأة. وأخيرا وصلنا للحلم اللي أحلمه طول حياتي، وأخيرا صنعت أول باية من الحلم والهدف اللي كنت أسعى إليه طول حياتي، اللي كنت أفكر بي وأتخيله وأريد بس أوصل مرحلة إنه أحققه. ورش للتحكم بالتأتأة ننطيها الأشخاص المتأتئين. إحنا يومية نحارب وما حد يدري بينا، يومية كل موقف من عندنا ياخذ فرح وسنين وقوة. هذول الأشخاص يتعرضون للتنمر يومياً وكل ساعة، ما يقدرون يردون إذا أحد سألهم، ما يقدرون يطلبون من مطعم، إذا تعرضوا الموقف صعب يخونهم لسانهم من يتعصبون، ما يقدرون يواجهون، ومرات ما يقدرون يحشون اصلا. كل واحد بينا هو رساله، كل واحد بينا هو موضوع كامل.